Bismillahirrahmanirrahim. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل إمران على العالمين ذرية بعدها من بعد والله سميع عليم إذ قالت مريم رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني ودعتها أنثى والله أعلم بما ودعت وليس ذكرك لأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن فأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أني لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب اللهم صل على نور الانوار وسر الاسرار وترياك الاجيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى اله الاطهار واصحابه الاخيار ارنا من لو فضله سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. I am a
Yeah.